صباح الخير عليكم أحلى متتبعين، أتمنى تكونوا إن شاء الله بأحسن الأحوال. نبدأ بالصلاة على الرسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنخليكم الطريقة ديال طياب الخبز في الفران التقليدي اللي في البادية، نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. باش يقولوا هذا الشيء شنو هو؟ قشير. قشير. ضروري ما نحركوه باش العافية تضوء في الفران ياك؟ صافي هنا الخبز معجون ها هو خمر. ها هو الخبز خمر كيف ما كتشوفوا. صافي خاصنا غن نرميو هاد اللاطة كتتشف في الخبز. اللاطة هادي ولا كنقولو لها الطاوة ديال الحديد؟ الطاوة هي الصغيرة. خبز تبارك الله كبير. الفران دابا باش كيتصاوب راه وحده كتلصقوا داك الحديدات الوسط هنا وكتبقى الزهره ثاني هنا باش دير الدار القصدير والحديد والتراب والغاز كيتخلط طيب تبدا ضروري كترمي هذيك اللاطه حتى هي الفوق داك الحديده الفوق هذه باش ما يتحركش الخبز من تحت عندي غير طيقه هنا غترمي الخبز نسدو بقا نسدو عليه ضروري بشي تشوب يكون غليظ ونفزقوه صافي ونخليوه حتى يطيب على خاطر هنا غنجبدو الخبز صافي راه طاب دغيا كيطيب ملي كيكون فران سخون ياك هو ها هو الخبز ديال البادية خاصة شوية هذيك اللي لتحت هذوك اللي لداخل تحمروا هذا غنفرك لي من الفران وغرش غير شويه ياك صافي تخرجيهم ما غتسديش عليهم لا الربيع أجواء العربية سم